تتميز خدمات وزارة الطاقة والبنية التحتية بقدرتها على تلبية احتياجات المستخدمين بخطوات بسيطة، ومنها طلب إصدار بدل فاقد أو بدل تالف لرخصة مزاولة المهنة للبحارة، بطاقة البحار. يمكنك الوصول لهذه الخدمة عن طريق التطبيق الذكي MOEI أو عن طريق زيارة موقع الوزارة. قم بتسجيل الدخول عن طريق اسم المستخدم أو عن طريق الهوية الرقمية للحصول على مميزات أكثر. اختر دليل الخدمات من الصفحة الرئيسية، ثم خدمات النقل البحري، ومنها اختر خدمات شؤون البحارة لتصل للخدمة المطلوبة، ثم اضغط على زر ابدأ. يرجى ادخال رقم رخصة مزاولة المهنة، ومن ثم الضغط على زر البحث. قم بتعبئة بيانات الطلب، ثم قم بتحميل المرفقات المطلوبة، واضغط على ارسال الطلب لاستكمال الخدمة. لتفادي التأخير وضمان السرعة في انجاز المعاملة، تأكد من صحة ودقة بياناتك المدخلة في الاستمارة الإلكترونية. عند اعتماد الطلب من الوزارة سيصلك بريد إلكتروني لدفع الرسوم عبر الخدمة الإلكترونية، كما يمكنك الاطلاع على جميع التقارير والشهادات وإيصالات الدفع وتحميلها عبر لوحة التحكم خاصتك.